فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة سنتين ثم رجعت إلى الصلاة مرة أخرى، فهل يجب عليها أن تحج مرة أخرى؟ نعم، تعيد الصلاة، لأنها لما تركت الصلاة متعمدة خرجت من الإسلام ردة والعياذ بالله. فإذا تابت من الله عليها بالتوبة تعيد الحج، لأن حجها الأول بطل بالردة. نعم.